عنوان صناع النصر صناع الفرح، أقام تجمع شباب الصمود والتصدي فعالية في حديقة منطقة الصاخور ضمن الأحياء الشرقية لحلب ثاني أيام عيد الفطر السعيدة. اليوم عاملين عمل اسمه صناع الفرح، صناع الفرح إن كل حدا صنع نصر لحلب هو اليوم عم يصنع فرح لأهالي مدينة حلب، وأولا الجيش العربي السوري أبطالنا بتضحياتهم الكبيرة اللي قدموها لحتى قدروا يرجعوا أهلنا بهي الأحياء الشرقية لمدينة حلب. الفعالية كانت رسالة لكل العالم بأن الجيش العربي السوري مستمر في محاربة التنظيمات الإرهابية المسلحة حتى دحر آخر إرهابي على أرض الوطن ورسم الفرح على وجوه أهالي منطقة حي الصخور بعد خلاصهم من الإرهاب. بهم الجيش والله يحميه والله ينصره بجاه النبي. كل عام وسوريا بخير، وسيادة الرئيس الدكتور بشار حافظ الأسد والجيش العربي السوري اللي له الفضل بتطهير المناطق الشرقية بعد ما رجع حلب كلها وحدة، وهذا أول عيد مر علينا بسلام الحمد لله بفضل الجيش العربي السوري من بعد 6 سنين. أي أول عيد بعد 5 سنين أنا ابن الصاخور بعيد هون بعد تطهير المسلحين، ما تم ولا واحد بإذن الله إن شاء الله الأمن والأمان لكل سوريا، وبدعي أول شيء والرحمة لشهداء الجيش العربي السوري. هذا أول عيد بيمر علينا من عيده بأمان بفضل الجيش العربي السوري، ونحن منحيي قيادتنا الحكيمة ومنحيي الجيش العربي السوري اللي عادلنا الأمان واللي عادلنا الثقة ورجعنا على بيوتنا بعد 5 سنين. عم نحتفل بتحرير حلب بفضل الجيش العربي السوري، ومنحيي سيادة الرئيس المفدى والقيادة الحكيمة التي ساهمت في تحرير هذه البلاد. اليوم فرحتنا وحدة كلياتنا أهل حلب، إن شاء الله عيد الجاي إن شاء الله النصر على كل سوريا. كل الجيش العربي السوري الذي عاد الأمن والأمانة. معية جيشنا العربي السوري مناسبة العيد ثاني يوم من أيام العيد، ونشكرهم إنه رجعوا لنا الأمن والأمان، ونحن عن جد مبسوطين كتير كتير. من أرض الصاخور من نوجه تحية للجيش العربي السوري ولجمعية شباب الصمود والتصدي اللي هلفت الحلوة والكريمة منهم، ونوجه تحية للجيش العربي السوري اللي رجع الأمن والأمان لمنطقة الصاخور اللي عانت ما عانته من الإرهاب على مدار 5 سنين. العيد غير أكيد غير كل الأعياد السابقة المضية من 5 سنين وهلأ. طبعا اليوم قبل ما نحكي عن أي شيء نشكر جمعية الصمود والتحدي وأبطالنا بالجيش العربي السوري. الفرح الذي غاب لأعوام عن منطقة الصاخور بسبب التنظيمات الإرهابية يرسم من جديد على وجوه الأهالي بالتعاون مع المجتمع الأهلي وبفضل تضحيات وانتصارات رجال الجيش العربي السوري المستمرة في حلب.